هلا زي ما حكينا، هي انا عامل هون هي التانك. التانك هو عباره عن انتجريشن للفرق بين كيو ان وكيو اوت ومقسوم على الاريا. اعطيني هون اتش اوف تي، بامكانك تسميها هون اتش اوف تي. اتش اوف تي اخذتها هون عرضتها على سكوب، واخذت بعدين الكيو ان. هلا بسبب الفرق بالكوانتيتيز ما عرضتهم كلهم على نفس الاكسس، ولا راح يطلع واحد كبير جدا. اتش راح تطلع 0.1، في حين كيو 2.5 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 اللي هو رقم صغير جدا لاني حاطه انا بال. هلا ممكن اعمل شيء ثاني، ممكن اضرب هذا في جين معين حتى اقدر احطهم على نفس الاكسس، بس انا عرضتهم على اكسس مختلفه. الفانكشن هون هي النون لينير فانكشن، العلاقه ما بين الهايت هاي اللي هي حكينا عنها، تاخذ تفترض انه الانبوت عندي يو، واذا كان اكثر من يو بيكون يو 1 يو 2 يو 3 يو 4، اضربه في جي سكوير روت سي دي. واخذنا الكيو اوت، هذا صار الكيو اوت. هي كيو اوت اوف تي اللي هو الاوتبوت فلو، وهون عندي الهايت. هاي الهايت بالليفل، هذا كله الاول صار التانك، والثاني الاورفيس، يعني هذا كانه الاورفيس موديل وهذا التانك موديل. وهذا بس لوجيكلي عم نطرح الاثنين من بعض حتى اعطيني النت. وهون عمالي بشغل المضخه وبطفيها، لكن المضخه كانت مطفيه وبعدين شغلتها على زمن معين طريقه معينه. هلا انا عملته هون سؤال ساله احمد، اس اعتبرت انه زيرو انيشال كونديشن، بتحب تخليها تبدا من الانيشال كونديشن اللي انت بدك اياه بصير. ايوه احنا مفروضين انيشال كونديشن زيرو، كان ممكن احط الانيشال كونديشن 0.1 مثلا، فيبدا من ستيدي ستيت فاليو نفسه. هلا رح نعمل رن. هلا زي ما سال قبل شوي محمد انه ببينش السيستم نون لينير كثير، بتوقع يعني هلا لما بشغله رح تشوف الريسبونس تقريبا بكون بيشبه الى حد ما الفيرست اوردر سيستم، بس لازم نظبط البارامترز. رح اعمل كلير كل البارامترز عشان هلا نحطه من البدايه، فا بتساوي 1.96 اي تو ذا ماينس 5 كابيتال اي تساوي 1.96 اي ماينس 3 سي دي تساوي 0.9 جي تساوي 9.81. ايش ضل عندنا اشياء ثانيه؟ اتش راح تطلع لحالها، هو لما يوصل ستيدي ستيت كونديشنز راح يستقر على اتش. كيو ان وكيو اوت انا حاططهم في التانك، فهون لما نروح على التانك حطيت انا ستيب فانكشن رح يتغير من 0 ل 2.53 او 2.47 تقريبا. هون حاططها ايمتى هذا رح يصير؟ ايمتى التغير رح يصير؟ التايم 1. ايش الوحدات هون؟ الزمن سكندز، انا ما بحددهم بالسيمبلينج، خلص بعرف انه اليونت ال 1 يونت اوف تايم هي 1 سكند. زي انا شفت المثال السابق كانت 1 مينت. نعم فاينل فاليو، هي الفاينل فاليو هو ستيب، هو حجم ستيب اللي هو هذا. هي الفاليو اللي انا عارف انه هو راح يستقر عنده على اتش بتساوي 10 سنتيمتر، لانه انا عارف تنكي ما بزيدش مثلا عن 12 سنتي او شيء، ما بدي يستقر على قيمه غير هاي القيمه. اذا غيرته راح يستقر على قيمه اعلى. هيك احنا جاهزين نعمل رن. فيش شيء هون، هذا الانيشال فاليو زيرو، الاريا تبعت التنك انا حاططها واحد على اي، واي حسب ما بتكون هناك، واي سمول داخله هون هيها. سي دي واي سمول وجي داخلين هون. هلا انا غيرت السامبلينج تايم نزلته ل 1 ل 10 مايكرو سكندز، لانه كان عندي شوي يبين انه مش فيرست اوردر ريسبونس.